مالك يا منى؟ وشك عامل زي الليمونه كده ليه؟ انت ما بتقيسيش سكر؟ بقيس. الله، امال انت ما بتريحيش نفسك ولا ايه؟ ومنين تجيلي راحه بس يا مي؟ ليه يا حبيبتي كف الله الشر؟ الحمل شادد عليكي؟ لا خالص، بالعكس، مش الواد اللي تعبني، ابوه. بيعمل ايه فيكي ده؟ اوعى يكون بيضربك. لا 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 خالص، ده حتى طول الوقت بيقول لي بحبك، ما اقدرش استغنى عنك. امال في ايه بس؟ مش عارفه يا مي، في حاجه مش فاهماها، حاجه مش مريحاني بصراحه. دي كانت جوازه ما يعلم بيها الا ربنا. لا على فكره انا بحبه ومش ندمانه. تفتكر كان يستاهل اللي عملته في ابويا؟ بعد ما قهرت وكسرت نفسي. اللي وجعني ان ابويا سكت، كان نفسي ابويا وما عرف يضربني، ان شاء الله حتى كان موتني. بس اللي قاهرني بقى انه بيسألني، تفتكري هيرضى يتجوزك؟ وهي دي كانت جوازة يا منى؟ دي كانت توريطة. لولا ابوكي خايف من الفضيحة ما كانش رضي يحط ايده في ايد واحد سواق سنكوح زي ده. ما يسواش دفر اللي عايزين يناسبوا الحاج راضي. لا والأكادة لهف العربيتين وطرمخ على الاقساط. لعلمك ابوكي مطنش بمزاجه عشان خاطرك وخاطر اللي في بطنك. وانا اللي قاهرني اللي في بطن، على قد ما عايزة اشوفه والمسه واخده في حضني، على قد ما بيجي عليا وقت بحس الود ودي اقطع بطني دي، عشان طول الوقت بيفكرني قد ايه انا كنت رخيصه. استغفر الله العظيم يا رب. يا حبيبتي استغفري ربك وعيشي لابنك اللي جاي. انسي بقى خلاص اللي حصل حصل. ربنا يسامحني. منمونتي منى، منى السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام مي؟ الحمد لله. والله البيت منور. ربنا يخليك. طب يا حبيبتي هعدي عليكي بكره الصبح. لا على فين، والله العظيم ما هيحصل، لازم تاكلي معانا لقمة الاول. معلش هطلع اتعشى مع الاولاد فوق. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب سلامي بقى للاستاذ احمد والاولاد. يوصل. حاضر. ولو احتجت اي حاجه تحت امرك. حاضر. مع الف سلامه. الحمد لله. جبت لك فراوله عشان نقطعها الموز. والله ربنا ما يحرمني منك يا رب. وحشتيني. فيا من منتي، انا ما وحشتكيش ولا ايه؟ لا طبعا وحشتيني. ايوه كده طمنيني.